سعد ابن عبانة سيد الخزرج، سيد من سادات الأنصار، عزم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إن شاء الله بكرة بعد الظهر غداك عندي. الرجل كان صاحب إمكانيات من رجال الأعمال، فسيدنا النبي بيقول له إياه أنا أم أنا وأصحابي؟ قال لا، نحن ربنا موسع علينا، وأما بنعمة ربك فحدث، أنت وأصحابك وكل من يحبك يا رسول الله. ماذا حب؟ هو هيعزم سيدنا النبي كل يوم؟ لا، دي فرصة. لكن شوف الجهد الواسع اللي الرجل الكريم، لو كلت عندنا كنت عيان الطيب صح؟ إنما البخيل لو غلط وكلت هتكشف كد الثمن الوكل 10 مرات، ما قبل ما يجيب لك اللقمة يسممها عليك. والله بعتنا لغاية القرنة ندور على بامية خضرة ما لقيناش، بعتنا الواد وصل لغاية أسواق إسنة، يا سلام، وخد تاكس مخصوص والله يا مولانا عشان نحق نجهز الغد. طب ما أنت سممت العربية خليت 200 جنيه والبامية ب50 جنيه، ده يتاكلوا على كده؟ ما أنت وزنتم، مش وزنتم هينزلوا يدمروا الأمعاء والقولون والغليظ والبسيط والرفيع، الدنيا هتخرب. إنما دوكا تفضل يا أخي، كل هنيئا واشرب مريئا، ده احنا زرنا سيدنا النبي، ده حصلة البركة، يا ما بالعرب مثلي، يا الله. مش قال لقيني ولا تغديني، وقالوا بصلة المحب عمرها ما تبقى خروف، هي لكن العملية يعني ماشي حلو، لفظ جميل يعني. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بالرجال، إن التشبه بالرجال فلاح. قال أنت ومن معك وكل أصحابك وكل من يحبك يا رسول الله. لم جززرة البلد، قال لهم أنا عندي 10 من النوق تذبحوهم عشان الضيوف اللي جاي مع سيدنا النبي. الجماعة الجزازرة ناس عندهم دين، جماعة الجزازرة عندهم دين، كان زمان الدين. قالوا إحنا أجرة الذبح هدية مننا وفرحا منا بقدوم النبي وأحبابه. كل عايز يشارك يا سيدي. أيوه، وكل من رسول الله إيه مغترف. الله أكبر. جهزوا الأكل وكلوا وراحوا رجعين، والأمم رجعوا لسيدنا النبي، لقى العصر قرب وراح دخل على الجامع، قعدوا ينتظروا الصلاة. وهم قاعدين في الجامع، واحد من الناس اللي أعصابها تعبانة أو عنده ظروف صحية هيحرك رجله، خرج منه ريح. أي الريحة عمت سيدنا النبي شمها، استنى سيدنا النبي إن صاحب الحدوتة يقوم يتوضى، الرجل اتكسف، إبليس قال له عاد قوم هتشيل الليلة، اقعد حط رأسك وسط الروس. ضحك عليه، هتقوم يقول لك رجل مش مزبوط حتى القعدة وفي الجامعة، اوعى تقوم محدش عارف حال، انت طالع بالطاقة مكتوب عليها اسمك. سيدنا النبي يبص 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 ان حد يقوم محدش قام، يبقى رضي النوى خلاص يصلي معنا وهو فاقد الوضوء. فسيدنا النبي عادي بالأدب النبوي، بسعة الأفق، بالدبلوماسية الرائعة، بمحبته لإنقاذ أهل الحرج، قال نسيت أن أقول لكم من أكل لحم جزور فليتوضأ. يلا بينا كلنا نتوضوا. قاموا كلهم بما فيهم صاحب الفعلة. شوف سيدنا النبي شايل هم الإحراج، شايل هم إحراج أخوك، يعني أنت، ما إحنا والصحابة أخوات، هم أسياد نيون، إنما هم بشر، هم أجدادنا وأبائنا، وإن كنا لهم تبع جيلا بعد جيل من واصل إلى واصل، مش كده؟ شوف سيدنا النبي ما تحملش واحد يعني إيه يتقعر وجهه حياء، أو يحس بالخزي والكسوف، أو يصبح مسبة بين الناس أو معرة، جابها في حقه هو، جابها في حقه هو، قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، انقذا للموقف. طب أنتوا قبلنا وبتذبحوا على طول إبل، لا مش شرط، ده دي قيلت في هذا الظرف إعفاء لماء الحرج من وجه الرجل عشان ينقذه. شوف سيدنا النبي سيبناش لا في الدنيا ولا في الآخر، إحنا عملنا اللي حصل دي بتعرض عليه، بتعرض عليه، إن كانت صلاحا يقول يا ربي أقبل، يا ربي يا موفق لك الشكر، وفق أمتي، إن كانت أعمالنا اللي أنتوا عارفين هدي على كل لون يا بطسطة وما محصلاش حتى نص لب ولا ربع لب، ها اغفر لهم يا رب، اغفر لهم يا رب، اغفر لهم يا رب،
وقد صفح الجليل وقد صفحت. هو ما سيبناش ولا هيسيبناش. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. شو هو بيقول كده؟ طب احنا نتفلسف. يقوم عيل كده مقصر لي دلبيه وطريق لي شعرتين. هذه بدعه بدعه. ابو بكر لم يحتفل، عمر لم يحتفل. خليك مؤدب. احتفل به الله في عليائه، واحتفل هو بذاته، واحتفل به الصحابة. يا رجل خليك مؤدب. ده انت ربنا لما بيرزقك بسمارة عيل محصب عيان هتصرف عليه الراتب بتاعك وبتاع مرتك وتقول يا رب الطف، يا رب انقذ، يا رب عافي وشافي. بتعمل له عيد ميلاد بكلمك الشيء بكلفك الشيء الفلان. الواد الصغير ولدك اللي خرج منك مخرج البول، أقمت الدنيا ولم تقعدها، وعند سيد الكونين تقول بدعة؟ وتقول بدعة؟ الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الشيخ محمد الغزالي، محمد الغزالي السق، بيصلي في دبي، قيمة وقامة وعلم من أعلامنا رحمة الله عليه. فالناس بعد المغرب انهاروا عليه عشان يسلموا عليه كده الاحترام المعروف من أهل الإسلام لأهل العيل. فرجل قال لهم طب يا أخواننا عشان ما أتعبكم شيء، كل في مكانه وأنا اللي هضيف عليكم واحد واحد. فهو بيسلم على الناس حصة البركة، يا مرحب بارك الله فيكم، أكثر الله من أمثالكم، جزاكم الله خير. واد من اللي أقول لكم عليهم اللي عم يتشدد ويقول بدعة ومش بدعة. فسيدنا الإمام الغزالي مد له إيده بيقول له حرما يا ابني، لا هذه بدعة لم ترد عن النبي. قال له إيه؟ قال له هذه بدعة لم ترد عن النبي. قال له قلة أدب الخلفوك هي اللي وردت، قلة أدب الخلفوك واحترامك للكبار وإجلالك للعلماء هي اللي وردت. ده أنا هقول لك حرم يا ولد، تيمن إن ربنا يكرمنا نروح الحرم، زمزم تيمن إن احنا نروح نتوضوا من مية زمزم ونتسبح بمية زمزم ولا نشرب مية زمزم وماء زمزم لما شرب لا، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات، لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. احنا ليه عايزين نقفل كل ابواب الخير؟ ليه الواحد ما يلمش نفسه؟ ليه الواحد ما يحفظش على لسانه؟ تخوضنا حتى في حق الله وفي حق رسول الله. لا بد من عودة الى الدين، لا بد من عودة الى احياء مناسباتنا الدينية، لا بد من الاحتفال بسيد البرية. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المحتفين به، ان يجعلنا من المحتفلين به.